اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ببركة مجلس الصلاة على حبيبك المصطفى هذا اجعلنا بالصلاة على نبيك من الفائزين وبسنته عاملين وعليه من المصلين ولروضه الكريم من الزائرين وعن شخصه الكريم من المدافعين المنافحين ولا تحل بيننا وبينه في القيامة مولانا رب العالمين حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتسقينا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين أغثنا وأغث جميع المسلمين اللهم إنا نهدي نور ما قرأناه وثواب وبركة ما تلوناه هدية واصلة وتحفة كاملة إلى منبع الصدق والوفاء حضرة أشرف الورى سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى كافة إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسال كل وصحب كل وسال الصالحين أجمعين وعلينا ببركتهم يا رب العالمين اللهم وإلى العلماء العاملين والمشايخ الكاملين وإلى الأئمة المجتهدين في الدين بالخصوص إلى إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيدنا أحمد الرفاعي وإلى سيدنا أحمد البدوي وإلى سيدنا إبراهيم الدسوقي وإلى سيدنا أبي الحسن الشاذلي وإلى شاه نقشبند وإلى الإمام الرباني وإلى سيدنا علي هجويري وإلى الإمام أحمد رضا وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومشايخ وأساتذة الجماعة الحاضرين بالخصوص وآل الصوف صديق يا رب العالمين اجعل قبره روضة من رياض الجنة اجعل ملائكتك الكرام يدخلون عليه من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم احفظ هذا المكان يا رب العالمين واجعله صرحا لأهل السنة والجماعة يا أكرم الأكرمين أكرم باني هذا المحفل ومن حضر فيه ومن خطب فيه ومن خادم فيه ومن ساهم فيه يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا واجر ألطافك الخفية في أمورنا وأنزل الرحمة والسكينة علينا واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى بحرمة من كملته خلقا وخلقا وبحرمة القرآن العظيم وبحرمة عبادك الصالحين تقبل ما قدمناه وثواب سورة الفاتحة مالك يوم الدين يا كبير المستعان الصلاة
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.